السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم جميعا. إن شاء الله الفيديو النهاردة معاكم هنتكلم عن أمريكا. طبعا كلنا طبعا عارفين أمريكا، وعارفين طبعا زي ما قلنا قبل كده إن هي دولة حديثة بقى لها بس 250 سنة. طبعا اللي اكتشفها طبعا زي ما قلنا الهنود الحمر، وزي ما قلنا لكم أسبانيا طبعا راحت احتلت طبعا الأمريكتين، وبعد كده أمريكا استقلت يعني تقريبا من 250 سنة وتكونت دولة أمريكا. طبعا موجود طبعا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وزي ما احنا عارفين ادي علم امريكا اهو معاكم، اهو علم امريكا وادي ختم الولايات المتحده الامريكيه. وبرده زي ما قلنا لكم ان امريكا عدد سكانها 332 مليون نسمه، يعني تقريبا هي ثالث عدد سكان في العالم بعد الصين والهند. وهنيجي برده نتكلم عن مساحه امريكا. مساحه امريكا تقريبا بتوصل 10 مليون كيلومتر مربع، فطبعا مساحتها كبيرة جدا، يعني تقريبا قد مساحة مصر 10 مرات، وقد مساحة السعودية 5 مرات. وطبعا هنيجي برضو نتكلم عن عاصمة أمريكا هي واشنطن، واللغة طبعا هي مفيش لغة رسمية، بس طبعا هم كلهم بيتكلموا الإنجليزية ده بحكم الأمر الواقع. وطبعا الرئيس السابق كان ترامب والحالي جون بايدن. وهنتكلم برضو عن تاريخ تأسيس أمريكا. زي ما قلنا لكم دولة حديثة من 250 سنة، من 4 يوليو سنة 1776، فهي دولة لسه حديثة ما هياش. وكمان زي ما قلنا إن هي اضطرت أمريكا طبعا لما ابتدت تستقل ابتدت تعتمد بعد كده على الهجرة، وابتدت تجيب عبيد ليها أو خدم ليها من أفريقيا، وابتدت بعد كده تجنسهم وتديهم الجنسية الأمريكية. ورمز الانترنت هناك عندهم اللي هو تدخل يعني يو اس، والرقم اللي عشان تتصل بيه امريكا مثلا 001 دي الرقم. وطبعا اختصار امريكا طبعا يونايتد ستيتس اوف امريكا، ده الاختصار بتاعها. وان امريكا بتضم 50 ولايه، معظم البلاد بتقع في امريكا الشماليه، في 48 ولاية في أمريكا الشمالية. وطبعا واشنطن طبعا قلنا العاصمة بين المحيط الهادي والمحيط الأطلسي، وبتحدها كندا من الشمال والمكسيك من الجنوب، وولاية ألاسكا بتقع في الشمال الغربي من القارة، وبتحدها كندا من الشرق وروسيا من الغرب عبر مضيق اسمه مضيق بيرنغ. أما ولاية هاواي اللي بتعد أرخبيل فتقع في منتصف المحيط الهادي. برضه الدولة بتضم عدد من الأراضي والجزر في الكاريبي والمحيط الهادي. وزي ما قلنا الولايات المتحدة الأمريكية بتأتي المركز الثالث من حيث المساحة، اللي احنا قلنا 10 مليون كيلومتر مربع. طبعا المساحة هي الثالث أو الرابع، يعني هي في تقدير الثالث أو الرابع حسب التصنيف من حيث عدد السكان. زي ما قلنا برضو في الثالث، واقتصادها طبعا رقم واحد في العالم، بعديها الصين، بعديها اليابان زي ما قلنا قبل كده. وطبعا العملة بتاعتها طبعا الدولار الامريكي، واقتصادها قوي جدا. وطبعا امريكا بتعتمد برضو يعني هي اول دولة في العالم في ناحية البحث العلمي، بيهتموا جدا بالبحوث العلمية والفضاء والتكنولوجيا الحديثة. طبعا ده بالنسبة لأمريكا. وطبعا في القرن التاسع عشر أمريكا حصلت على أراضي من فرنسا ومن أسبانيا ومن إنجلترا ومن المكسيك وروسيا، دي كلها كانت محتلة لما استقلت طبعا، وضمت إليها جمهورية تكساس وهاواي. وطبعا في نزاعات بين منطقة الجنوب الزراعية ومنطقة الشمال الصناعية حول إيه حقوق الولايات والتوسع في تجارة طبعا الرقيق. طبعا كانوا بيتاجروا زمان في البداية، يجيبوا السود ويتاجروا بعملية الرقيق ديت، وكانوا عبيد بقى ابتدوا حاليا زي ما قلنا لكم يجنسوهم. ونشوف برضو حصلت الحروب الأهلية الأمريكية في ستينات القرن التاسع عشر، ومنع انتصار المنطقة الشمالية حدوث انقسام في البلاد، بعد كده أدى إلى نهاية العبودية. انتهت بعد كده العبودية في أمريكا بعد ما كانوا بيستغلوا السود كعبيد، ابتدوا بعد كده زي ما قلنا لكم يجنسوهم. والحرب الأمريكية الأسبانية والحرب العالمية الأولى أكدت على القوة العسكرية للبلاد طبعا. وفي سنة 1945 خرجت أمريكا من الحرب العالمية الثانية عشان تكون أول دولة تمتلك أسلحة نووية، وعضو دائم في مجلس الأمن، وعضو مؤسس في منظمة حلف شمال الأطلسي،
واصبحت امريكا القوه العظمى في العالم بعد انتهاء الحرب البارده، وطبعا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. طبعا الاتحاد السوفيتي كان هو اللي بينافسها طبعا في الاقتصاد، بس بعد ما تفكك طبعا ابتدت امريكا هي تسيطر على العالم كله. وطبعا امريكا يبلغ المقدار اللي بتنفقه الولايات المتحده على القوات الامريكيه بس حوالي 50% من الانفاق العسكري العالمي. يعني هي امريكا طبعا بتنفق على الانفاق العسكري، القوات الامريكيه انفاق شديد جدا عشان تقدر تحتل العالم كله وتقدر تسيطر على العالم كله. وتعد امريكا قوه اقتصاديه وسياسيه وثقافيه وعالميه كبيره جدا. وطبعا عارفين اي علماء بيظهروا في اي دوله اذا ما كانوش العلم ده يعطوه لامريكا، انت عارفين طبعا ايه اللي بيحصل. فطبعا امريكا مسيطره على العالم كله وعلى العلماء كلهم. وفي سنه 1507 رسم رسام الخرائط الالماني مارتن فالدس ميلر خريطه للعالم، واطلق على الاراضي اللي تقع في نصف الكره الغربي اسم امريكا، متبعا المستكشف ورسام الخرائط الايطالي اميريكو فيسبوتشي. وكانت طبعا المستعمرات البريطانيه السابقه اول من استخدم الاسم الحديث في اعلان الاستقلال، هو الاعلان الجماعي طبعا للولايات المتحده الامريكيه الثلاث عشرة، والذي اعتمد ممثل الولايات المتحدة في الرابع من زي ما قلنا من يوليو عام 1796. وتم طبعا صياغة الاسم الحالي في شكله النهائي في 15 من شهر نوفمبر 1797. فطبعا قلنا الاختصار امريكا هي يو اس او يو اس اي او يو اس اوف اي طبعا. واشتق الاسم طبعا لامريكا طبعا من اسم كريستوفر كولومبوس، وظهر هذا الاسم طبعا من خلال مقاطعة كولومبيا. وشار برضو الى مواطني الولايات المتحده باسم الامريكيين، على الرغم من ان طبعا مصطلح الولايات المتحده هو الصفه الرسميه للمستعمرات الامريكيه اللي بيستخدموها هو يو اس اللي هو يونايتد ستيتس. وزي ما حكينا قبل كده ان طبعا في البدايه حصل استعمار اوروبي للامريكتين، وهجرت الشعوب الاصليه للولايات المتحده بما فيهم سكان الاسكا من اسيا، وبدات الهجره من 12000 او 40000 سنه مضت، وتطورت بعض الثقافات زي ثقافه الميسيسيبي قبل كولومبوس، أساليب الزراعة والمباني الضخمة ومجتمعات على مستوى دول. ومات الكثير من السكان الأصليين للأمريكتين بعد الأوروبيين بعد استقروا في أمريكا بسبب الأوبئة اللي جاءت مع الأوروبيين زي مرض الجدري. وطبعا ووصل المستكشف الإيطالي طبعا كريستوفر كولومبوس بموجب عقد مع الملكية الأسبانية إلى العديد من جزر البحر الكاريبي، اللي بيعد أول اتصال مع السكان الأصليين في اليوم الثاني من شهر أبريل سنة 1513. ووصل بعد كده الكونكستيدور الاسباني خوان بونسي دي ليون الى مدعاه طبعا حينها لا فلوريدا، وهو اول وصول اوروبي موثق لمطلق عليه لاحقا الولايات المتحده. وبعديها تبعت المستوطنات الاسبانيه زي ما قلنا اسبانيا احتلت امريكا في المنطقه مستوطنات اخرى في جنوب غرب الولايات المتحده. قلنا لكم طبعا ان اسبانيا المهاجرين الاسبان ابتدوا طبعا يرجعوا الى اسبانيا تاني، وطبعا في الفتره القادمه هتلاقوا اقتصاد اسبانيا هيعلى جدا واقتصاد امريكا هيقل، لان طبعا الاسبان اللي هم بنوا امريكا ابتدوا يرجعوا تاني الى بلدهم الاصل، والتي دفعت بقى الالاف نحو طبعا اقام التجار طبعا الفرق الفرنسيين نقاط تجاريه تابعه لفرنسا الجديده حول منطقه البحيرات العظمى. وسيطرت فرنسا على الكثير من المناطق الداخليه في امريكا الشماليه وصولا الى خليج المكسيك. وتعد برضو مستعمره فيرجينيا اول استيطان انجليزي، عشان كده لما تلاقوا في الفيلم بتاع الصليبيين يقول لك فيرجينيا ملكة الجميلات، هو كان هي اول استيطان انجليزي ناجح في جيمستاون في عام 1607، بالاضافة الى مستعمرة بليموس في 1820. واسفر طبعا استئجار مستعمرة خليج ماساتشوستس في عام 1628 الى موجات طبعا من الهجرة. وفي سنة 1634 استوطن 10000 من البريتانيين نيو انجلاند بين اواخر سنة 1610 والثورة الامريكية. وطبعا في سنة 1674 تنازل الهولنديون عن ممتلكاتهم الأمريكية لإنجلترا، وسميت مقاطعة هولندا الجديدة باسم نيويورك. وتم التعاقد مع الكثير من المهاجرين الجدد وخاصة المهاجرين منهم إلى الجنوب عشان يعملوا خدم، وهما مثلا نحو ثلثين المهاجرين إلى ولاية فرجينيا بين عام 1630 و 1680. مع دخول القرن الثامن عشر أصبح العبيد الأفارقة المصدر الرئيسي للقوى العاملة. وبعد تقسيم مستعمرة كارولينا في سنة 1729 واستعمار جورجيا سنة 1732، تأسست طبعا المستعمرات البريطانية الثلاثة عشر، والتي تصبح لاحقا نواة الولايات المتحدة، ضمت جميعها حكومات محلية. وزي ما قلنا تجارة العبيد كانت منتشرة في أمريكا، إلى أن ابتدوا حاليا خلاص انتهت هذا تجارة العبيد، وأصبحوا يجنسوا زي ما قلنا لكم السود. وأشعلت الصحوة المسيحية التي ظهرت بين 1730 و 1740، والمعروفة باسم الصحوة الكبرى الأولى، طبعا اهتمام الناس بالدين والحرية الدينية خلال الحرب الهندية والفرنسية. واستولت طبعا القوات البريطانية على كندا من فرنسا، وبعد كده
ظل السكان الناطقون بالفرنسيه معزولين سياسيا عن المستعمر. عشان كده قلنا لكم ان امريكا فيها لغات كتيره، ليه؟ لان امريكا كانت مستعمره من دول كتير، فرنسا وانجلترا يعني، فعشان كده في كذا لغه فيها، واسبانيا. فعشان كده زي ما قلنا لكم حتى فيها هناك السكان في امريكا هتلاقي بيتكلموا اسبان، هتلاقي بيتكلموا فرنسي، هتلاقي بيتكلموا انجليزي حسب المستوطنات والمستعمرات اللي كانت مستعمره في امريكا. وحتى تلاقي هنود الحمر تلاقي اللغه برضو الهنديه موجوده، يعني كل اللغات هتلاقي موجوده في امريكا لانها كانت مستعمره، باستثناء طبعا الامريكيين الصليبيين والمعروفين باسم الهنود الحمر اللي اصبحوا بعد كده مشردين، وصل عدد السكان في المستعمرات ال 13 الى 2.6 مليون نسمه في سنه 1770، ومثل البريطانيين طبعا ثلث العدد ده، الثلث بس كان البريطانيين، بينما الامريكيين السود كانوا خمس السكان، ولم يكن للمستعمرين الامريكيين تمثيل في برلمان بريطانيا العظمى، على الرغم من ان هم ايه كانوا بيدفعوا الضرائب البريطانيه. ادى التوتر طبعا اللي حصل بين المستعمرين الامريكيين والبريطانيين خلال الفتره الثوريه في الستينيات واوائل السبعينيات في القرن ال 18، الحرب اللي هي قامت فيها الاستقلال الامريكيه والتي دارت احداثها سنه 1775 ل 1781 في 14 من شهر 6 سنه 1775، واسس المؤتمر القاري شهر 6 سنه 1775 اسس العقده فيه في فيلادلفيا جيش قاري بقياده جورج واشنطن، واعلن المؤتمر ان كل الناس قد خلقوا متساويين وهبوا بعض الحقوق غير القابله للتغيير. وبعد كده اعتمد المؤتمر اعلان الاستقلال الذي صاغه توماس جيفرسون في الرابع من شهر يوليو سنه 1706. وطبعا بعد هزيمه بريطانيا من قبل القوات الامريكيه بمساعده فرنسا واسبانيا، اعترفت بريطانيا باستقلال الولايات المتحده وسيادتها على الاراضي الامريكيه الواقعه طبعا غرب نهر المسيسيبي. وعقد بعد ذلك مؤتمر دستوري في سنة 1787 من قبل برغبون في إقامة حكومة وطنية قوية لها سلطات ضريبية، وتم التصديق على دستور الولايات المتحدة في سنة 1788. وتغيرت طبعا النظرة العامة للعبودية زي ما قلنا لكم، وانتهى طبعا نظام العبيد في أمريكا، وإعلان الاستقلال لجون ترومبل سنة 1817 1818، وأدى طبعا حرص الأمريكيين على التوسع غربا إلى نشوب سلسلة طويلة من الحروب الهندية. وتضاعفت برضه مساحه الولايات المتحده بعد شراء اراضي لويزيانا اللي ادعت فرنسا ملكيتها، وده في عهد الرئيس توماس جيفرسون في عام 1803. وعززت حرب 1818 مع بريطانيا بسبب المظالم في تعزيز الروح القوميه في الولايات المتحده، وادت برضه سلسله من عمليات التوغل العسكريه اللي قامت بها الولايات المتحده في ولايه فلوريدا الى تنازل اسبانيا عن تلك الاراضي. ابتدت بقى كل الدول اللي كانت محتله امريكا بتتنازل عن الاراضي اللي احتلتها لامريكا، وابتدت يحصل الاستقلال الامريكي. وبرضه في سنة 1846 مع بريطانيا، ونتج عن انتصار الولايات المتحدة في الحرب المكسيكية الأمريكية في 1848، اضطرت برضه اتنازلت المكسيك عن كاليفورنيا وجزء كبير من جنوب غرب، ابتدى كل الدول اللي كانت محتلة أمريكا تتنازل عن الأماكن اللي كانت محتلة. وبعد ذلك برضه في دفع اكتشاف الذهب بولاية كاليفورنيا، طبعا ابتدى الذهب يظهر في كاليفورنيا بمزيد من الهجرة نحو الغرب بين سنة 1848 ل 1849. وسهلت طبعا خطوط السكة الحديد نقل المستوطنين، مما زاد الصراع مع الهنود الحمر. خلال أكثر من نصف قرن ذبح نحو 40 مليون بيسون أمريكي، شخص أمريكي يعني، للاستفادة من الجلود والحاجات دي، وبالتالي تسهيل انتشار السكة الحديدة. وكانت خسارة الجاموس اللي يعد من الموارد الأولية للهنود الحمر فاجعة لكثير من الثقافات الأصلية. وطبعا أدى التوتر بين ولاية العبيد والولايات الحرة إلى تزايد الجدل حول العلاقة بين الولايات والحكومات الفيدرالية، بالإضافة إلى الصراعات العنيفة الناجمة عن انتشار العبودية إلى ولايات جديدة. وانتخب إبراهام لينكولن كمرشح للحزب الجمهوري المناهض للعبودية رئيسا في سنة 1860 قبل توليه للحكم. أعلنت سبع ولايات انفصالها، وشكلت الولايات الكونفدرالية الأمريكية، واعتبرته الحكومة الاتحادية أمر غير مشروع مع هجوم الولايات الكونفدرالية على فورت سميتر، واندرعت بعد كده الحرب الأهلية الأمريكية. وبعد كده في نزول المهاجرين في جزيرة إليس ميناء نيويورك سنة 1902، وأدى اغتيال لينكولن بعد الحرب إلى حدوث تطرف في سياسات إعادة الإعمار الجمهورية، والتي هدفت إلى إعادة دمج وبناء الولايات الجنوبية مع ضمان حقوق العبيد المحررين. وبعد كده جردت قوانين جيم كرو الامريكيين الافارقه من حقوقهم، خاصه حقهم في التصويت في الشمال، وساعد طبعا التحضر والهجره غير المسبوقه من جنوب وشرق اوروبا على زياده القدره الصناعيه للبلاد. واستمرت الهجره حتى سنه 1929، وزودت البلاد بالعماله واثرت على الثقافه الامريكيه. نهض تطوير البنيه التحتيه بالاقتصاد، وتم شراء الاسكا من روسيا سنة 1867، أدى إلى توسعة البلاد في البر الرئيسي للقارة. وتعتبر مجزرة الركبة المجروحة في سنة 1890 دي آخر صراع مسلح في الحروب الهندية،
في سنة 1893، وتم الإطاحة بملكية السكان الأصليين في مملكة هاواي اللي بتقع في المحيط الهادي بانقلاب قادة السكان الأمريكيين. وضمت الولايات المتحدة مجموعة الجزر في سنة 1898، برهن انتصار الولايات في الحرب الامريكيه الاسبانيه. ابتدت طبعا امريكا زي ما قلنا لكم كل الحروب اللي بنحكيها لكم ديت، ابتدت امريكا ترجع كل اراضيها مره اخرى، وابتدت تستقل، وزي ما قلنا لكم هي دوله حديثه منذ 250 عام. بعد ان كانت طبعا الولايات المتحده على الحياد خلال المراحل الاولى للحرب العالميه الثانيه وغزو المانيا لبولندا في شهر سبتمبر سنه 1939، بدات امريكا طبعا بتوريد العتاد العسكري اللازم للحلفاء في شهر مارس سنه 1941 عن طريق قانون الاعاره والتأجير في 7 من شهر ديسمبر سنة 1941. وقامت طبعا اليابان بشن هجوم مفاجئ على بيرل هاربر، مما دفع أمريكا للانضمام إلى الحلفاء لما لقيت اليابان طبعا ابتدت تدخل ضد قوات المحور، وبرزت مخيمات اعتقال الآلاف من الأمريكيين من أصل ياباني. وحصل بعد كده القنبلة اللي قلنا اترمت من أمريكا على اليابان بسبب لما لقيت اليابان هتبتدي تتدخل، امريكا ضربتها بقنبله عشان تقعدها وتقول لها عودي مكانك، وفعلا ده اللي حصل. وابتدت بعد كده اليابان تضعف، وابتدت امريكا تقوى، وخضعت بعد كده اليابان الى امريكا بعد القنبله اللي اترمت عليها من قبل امريكا. وبرضه كانت الولايات المتحده اول من طور الاسلحه النوويه واستخدمتها في حرب المدن اليابانيه في هيروشيما وناجازاكي في اغسطس، واستسلمت زي ما قلنا اليابان في الثاني من سبتمبر وانتهت الحرب. الحرب طبعا هنيجي برضه نقول مارتن لوثر كينج لقى خطاب عام سنه 1963، ده رئيس الولايات المتحده رونالد ريغان والسكرتير العام السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في لقاء بجنيف سنة 1985، وتنافست كل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على السلطة عقب الحرب العالمية الثانية. وزي ما قلنا لكم إن أمريكا كان ليه أصبحت الكل الأولى، أي دولة كانت بتنافسها زي اليابان أو روسيا، روسيا طبعا بسبب التفكك للاتحاد السوفيتي، وطبعا ده طبعا بمساعدة من أمريكا طبعا، فأطاحت بروسيا. وبرضو لما ضربت القنبلة على اليابان أطاحت باليابان، فاصبحت امريكا هي الدوله الاقتصاديه العظمى الى ان ظهرت الحين الصين بتنافسها. فطبعا امريكا اي دوله بتظهر زي ما قلنا بتطيح بيها، لا بس المتوقع في الفتره القادمه ان اسبانيا قادمه بقوه بعد ما هاجر المهاجرين من امريكا اللي هم اصلا الاسبان اللي بنوا امريكا زي ما قلنا ابتدوا يرجعوا يبنوا في اسبانيا تاني. والفتره القادمه انا بنبئكم يعني ان اسبانيا هي اللي هتبقى المارد القادم. وبعد كده ادى اخفاق الاتحاد السوفيتي سنه 1969 في إطلاق أول مركبة فضائية مأهولة بالبشر، إلى دعوة الرئيس جون كينيدي للولايات المتحدة بأن تكون أول من يوصل رجلا إلى القمر. كما تعرض جينيدي لمواجهات نووية حاسمة مع القوات السوفيتية في كوبا، في غضون ذلك شهدت الولايات المتحدة استمرار التوسع الاقتصادي وتزايدت الحركات المطالبة بالحقوق المدنية بقيادة الأمريكيين الأفارقة مثل روزا باركس ومارتن لوثر كينج اللي حاربوا التفرقة والتمييز بوسائل سلمية. وفي أعقاب اغتيال كينيدي سنة 63 صدر قانون الحقوق المدنية لعام 1964 وقانون حق التصويت سنة 65 في عهد الرئيس لندن جونسون. وشن جونسون وخليفته ريتشارد نيكسون حرب الوكالة في جنوب شرق آسيا أدت إلى نشوب حرب فيتنام الشاملة، وظهرت حركة ثقافية معاكسة تغذيها معارضة حرب فيتنام والقومية السوداء والثورة الجنسية. قادت بيتي فريدان وغلوريا بايستينيان وآخرون موجة جديدة من الحركة النسائية التي تسعى إلى تحقيق المساواة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة. ابتدت بعد كده ظهرت فضيحة ووتر جيت، طبعا ووتر جيت في المسرحية بتاعت اللي هي المتزوجون لما سمير غانم وطبعا جسدهم بيقول له تعرف ايه عن ووتر جيت؟ قال له قالت لها في المسرحيه تستاهل الفضيحه. لا طبعا هي الفضيحه دي ليها سبب، يعني هي مش واحده يعني ست زي ما قالوا في المسرحيه. هي فضيحه ووتر جيت ديت نيكسون طبعا كان اول رئيس امريكي يستقيل سنه 1964، وذلك لتجنب اتهامه بعرقله سير العداله والتعسف في استعمال السلطه، وتولى نائب الرئيس جيرارد فورد الحكم من بعده. واتسمت حكومه جيمي كارتر في اواخر السبعينات بالركود وازمه رهائن ايران، ادى الانتخاب رونالد ريغان رئيس الولايات المتحده سنه 1980 الى تحول يميني في السياسه الامريكيه، وانعكس فيه تغييرات كبيره في الضرائب واولويات الانفاق. وظهرت خلال فتره ولايته الثانيه قضيه ايران كونترا بالاضافه الى التقدم الدبلوماسي لها مع السوفيت. وطبعا خلال عهد الرئيس جورج بوش الاب قامت الولايات المتحده وحلفائها بدور هام في فرض عقوبات بعد حرب الخليج، او في عهد الرئيس بيل كلينتون فكانت اول اطول فتره توسع اقتصادي في تاريخ امريكا من مارس 1991 الى 2001، اضافه الى فقاعات الدوت كوم. وهددت فضيحه جنسيه ودعوه مدنيه منصب كلينتون، طبعا عارفين طبعا فضيحه كلينتون المشهوره سنه 1962، ولكن بقى في منصبه. تم حل مساله انتخابات الرئاسه سنه 2000 والتي كانت نتائجها
من بين الاكثر تقارب في امريكا قبل المحكمه العليا الامريكيه، وتولى بعد كده جورج دبليو بوش ابن جورج بوش الاب منصب رئيس الامريكا في 11 من سبتمبر 2001. وطبعا واحنا عارفين ان التاريخ ده ما يتنسيش، 11 سبتمبر لما اتضربت مركز منظمه ضرب منظمه القاعده مركز التجاره العالمي في مدينه نيويورك والبنتاجون بالقرب من واشنطن، وعارفين ان الضرب ده كان غرضه حرب على يخلصوا طبعا على المسلمين بحجه الارهاب، وكلنا عارفين هذا الموضوع عشان امريكا تدي سبب عشان تغزو الدول العربيه والاسلاميه، وقضت على وغزت بعد كده قوات التحالف للعراق، وابتدت بعد كده امريكا تجيب سبب برضه عشان تدخل العراق وتفتتها سنه 2003، وقضت على نظام صدام حسين في 2005، وتسبب اعصار كاترينا في تدمير جزء كبير من ساحل الخليج وخاصه في نيو اورليانز في شهر نوفمبر سنه 2008، وبعد كده انتخب باراك اوباما رئيس لامريكا، وده الرئيس الوحيد في امريكا اللي جه من اصل افريقي، كان كل الرؤساء من اصل اوروبي ما عدا باراك اوباما اللي جه، وادخلت في عهده في عام 2010 تعديلات على نظام الرعايه الصحيه واصلاحات على النظام المالي، لكن حصل تسرب للنفط في خليج المكسيك من ذا ووتر هورايزون في ذات العام، اكبر حاله تسرب نفطي في زمن السلم في تاريخ البلاد، وتم اعاده انتخاب اوباما تاني في 2012 لمده 4 سنين تانيين، قعد 8 سنين وبعد انتصاره على المرشح الحزب الجمهوري ميت رومني. وهنوريكم مقر اقامه عمل الرئيس الامريكي في البيت الابيض اهوت، ادي المقر اي رئيس امريكي بيتوجه طبعا بيقعد في هذا المكان لحين انتخابه مره اخرى. وده المقر دوت اللي هو البيت الابيض مقر عمل الرئيس الامريكي، وتتكون الحكومه الفدراليه من السلطه التشريعيه، ويتكون الكونجرس من مجلسين ومجلس الشيوخ ومجلس النواب، ووضع القانون الفدرالي واعلان الحروب وتصديق المعاهدات، ولديه نفوذ الملاحقه وسلطه الاتهام بحيث يمكنه ازاله افراد من الحكومه، وفي سلطه تنفيذيه، والرئيس طبعا هو القائد الاعلى للقوات المسلحه، ومن حقه ان هو رفض مشاريع القوانين وتعيين مجلس الوزراء وغيرهم من الضباط الذين يديرون طبعا، وفي سلطه قضائيه والمحكمه العليا والمحاكم الفدراليه. ويضم مجلس النواب طبعا عندهم 435 عضو، كل منهم يمثل مقاطعته في الكونجرس لمده سنتين، وتتقسم طبعا مجلس النواب بين الولايات المتحده حسب تعداد السكان كل 10 سنوات طبقا للتعداد السكان لعام 2000، وفي 7 ولايات لديها ممثل واحد كحد ادنى لذلك. هنوريكم دلوقتي الرؤساء اللي مسكوا امريكا، هنلاقي جورج واشنطن مسك من سنه 1789 ل 1797، وفي جون ادمز مسك من 1797 ل 1801، وفي توماس جيفرسون من 1801 ل 1809، وفي جيمس ماديسون من 1809 ل 1817، وفي جيمس مونرو من 1817 ل 1825، وفي جون كوينسي ادمز من 1825 ل 1829، وفي اندرو جاكسون من 1829 ل 1837، وفي مارتن فان بيورين من 1837 ل 1841، وفي ويليام هنري هاريسون 1841، وفي جون تايلر 1841 ل 1845، وفي جيمس بوك 1845 ل 1849، وفي زكاري تايلور من 1849 ل 1850، وفي ميلارد فيلمور من 1850 ل 1853، وفي فرانكلين بيرس من 1853 ل 1857، وفي جيمس بيوكنان ده 1857 ل 1860، وفي ابراهام لينكولن من 1860 ل 1865، وفي اندرو جونسون من 1865 ل 1869، وفي يوليسيس جرانت من 1869 ل 1877، وفي رذرفورد هايز من 1877 ل 1881، وفي جيمس جارفيلد 1881، وفي تشستر ارثر 1881 ل 1885، وفي جروفر كليفلاند 1885 ل 1889، وفي بنجامين هاريسون من 1889 ل 1893، وفي جروفر كليفلاند من 1893 ل 1897، وفي ويليام ماكلني من 1897 ل 1901، وفي سيودور روزفلت من 1901 ل 1909، وفي ويليام هوارد تافت من 1909 ل 1913، وفي وودر ويلسون من 1913 ل 1921، وفي وارن هاردينج من 1921 ل 1923، وفي كالفين كوليدج من 1923 ل 1929، وفي هربرت هوفر من 1929 ل 1933، وفي فرانكلين روزفلت من 1933 ل 1945، وفي هاري ترومان من 1945 ل 1953، وفي دوايت ايزنهاور من 1953 ل 1960، وفي جون كينيدي من 1961 ل 1963، وفي ليندون جونسون من 1963 ل 1969، وفي ريتشارد نيكسون من 1969 ل 1974، وفي جيرارد فورد
من 1974 ل 1977، وفي جيمي كارتر من 1977 ل 1981، وفي رونالد ريغان من 1981 ل 1989، وفي جورج بوش 1989 ل 1993، وفي بيل كلينتون من 1993 ل 2001، وفي جورج دبليو بوش من 2001 ل 2009، وفي باراك اوباما من 2009 ل 2017، وفي دونالد ترامب اللي هو 2017 لغايه 2020، وطبعا حاليا جون بايدن اللي هو الجديد. وطبعا هتلاحظوا ان معظم الرؤساء في اللي قعد 4 سنين، وفي اللي قعد 8، وفي اللي ما كملش بدأوا واغتالوا يعني، وفي طبعا الوحيد اللي زي ما قلنا من اصل افريقي اللي هو باراك اوباما، ومعظمهم الاخرين من اصل اوروبي. وهنلاقي طبعا بيحكم الولايات المتحده من زمن بعيد نظام الحزبين في اغلب الاحيان، وطبعا في انتخابات تمهيديه من قبل الدوله لاختيار المرشحين للانتخابات العامه. وزي ما قلنا ان الولايات المتحده دي اتحاد فيدرالي بيتكون من 50 ولايه، تشكلت الولايات المتحده 13 الاصليه من المستعمرات ال 13 اللي تمردت على الحكم البريطاني من تاريخ البلاد، وانشات 3 ولايات اللي هي كنتاكي من فرجينيا وتينيسي من كارولينا الشماليه ومن ماساتشوستس، بينما تشكلت معظم الولايات الاخرى من الاراضي اللي اتحصلت عليها امريكا عن طريق الحروب او انها اشترت الاراضي دي من الدول اللي كانت محتلاها، باستثناء ولايه فيرمونت وتكساس وهاواي اللي كانت جمهوريات مستقله قبل ان تنضم الى الاتحاد. وانفصلت طبعا فرجينيا الغربيه عن ولايه فرجينيا خلال الحرب الاهليه الامريكيه، واعلنت هاواي كولايا في 21/8 سنه 59، وتعتبر احدث ولايه ليس الولايات الحق في الانفصال عن الاتحاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبعا مساء الخير عليكم. النهارده الفيديو بتاع النهارده هو مش موضوعي يعني، هو بصراحة عمل خيري. أنا ليا واحد زميلي هنا معانا مهندس مدني، طبعا بيبحث عن عروسة، هو عنده 30 سنة وأعزب، وطبعا اللي عايزها برضو لازم تكون برضو عزباء برضو، وتكون برضو سنها من سنه أو أقل، طبعا يفضل تكون أقل طبعا ب4 سنين أو كده. وطبعا يفضل طبعا ان هي تكون طبعا اهم حاجه الاخلاق والتدين، وتكون طبعا في قبول طبعا بينهم. وهو طبعا من مصر من محافظه الشرقيه، وطبعا عنده شقه في بيت العيله ومجهزه يعني، وطبعا هو ما لا يستطيع طبعا ان هو ياخد شقه في مكان تاني خارج، عشان خاطر برضو ان هو جهز الشقه اللي هو معاه ديت. وبرضه هو بيبحث عن الزوجة بتاعته، ممكن تكون داخل مصر أو خارج مصر يعني، مش شرط يعني تكون مصرية. وطبعا برضه الجنسية أو الديانة هو ما بيشترطش فيها أي شيء، وبرضه السفر للخارج هو برضه بيتمنى يعني إن تكون زوجته طبعا تكون بالخارج طبعا، وتكون برضه يسافر برضه، بيتمنى طبعا يشتغل بالخارج، هو مهندس مدني زي ما قلت لكم. والكلام ده انا برضو هترجمه بالانجليزي عشان الاجانب اللي معانا. I have a friend want to marry and he is 30 years old and he is single and he is from Egypt. He want to marry a girl must be from 30 years or 26 or 27 years old. And he want a girl not married before and must be beautiful and no problem for religion or nationality. If anyone want to marry from her, you can comment for me and I can tell him with that. And inshallah, طبعا نتمنى طبعا ان ربنا يكون يكتب الخير، وهذا العمل طبعا زي ما قلت لكم كده لوجه الله، ونتمنى طبعا التوفيق ويكون فيه الصلاح والخير للاثنين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.